اليوم في ولاد بلادي غادي نتكلموا على واحد الحرفه ديال الفن، الصناعه التقليديه في المغرب، ولكن البلغه الزيوانيه. حنا تنمشيو للسوق تنشوفوا ديك البلغه الصفراء، ولكن البلغه الصفراء فيها اشكال وانواع واثمنه من 100 تقدر توصل حتى ل 1500. انا مع اشهر صانع اللي خدا الجائزه الوطنيه لامهر صانع والشهره الوطنيه وحتى الشهاده ديال استعمال العلامه الجامعيه ديال التصدق لانها هو طابع. اذا مع المعلم احمد بوشعاله، تبارك الله عليك المعلم. الله يبارك فيك، شكرا. دابا هي تتفيناليزي هذه البلغه. دابا هي بزاف ناس ما تعرفوش المعلم بان البلغه راه هي حتى هي تتخدم سيغ ميزور، ان تيجي الواحد ويشد تشدوا عليه الكباري ديالو باش تخرج بلغه زوينه. هذا الا كان سجلي غير كنخدموا القياسات يعني ستاندر، ولكن الا بغى شي واحد تحس الطالب الا كان عنده شي حاجه سجليه ولا نعم شي مايله ولا غليظه ولا غليظه ولا شي حاجه كنقبضوا له القياس على رجليه. نعم هذه البلغه المعلم هذا فيها الطابع، يعني هذه بلغه 100% زيوانيه 100%. 100% طبيعية. شحال تطلب لك الزيوانية الطبيعية؟ 100% وكاتيغوري 1 اللي فيها الطابع هنا والطابع هنا، شحال تطلب لك الخدمة المعلم؟ أنا قلت لك على حسب أنا توب، أنا خاص بحال أنت توب. أنا قلت لك يعني كل واحد على حسب، يعني هي كل شيء توب. نعم. أنا ما كنصوبش بحال دابا، ما كنصوبش بلغة يعني عادية. نعم. كنصوب بلغة زيوانية ممتازة. ممتازة. حساب ديال 200 درهم ممتازة. هكذاك. فهمتي؟ حتى 200 درهم ممتازة. ولكن ما تيكونش فيها الطابع. كيكون فيها الطابع. ياك حتى هي. حتى هي فيها الطابع. هكذاك. حتى هي فيها الطابع. ولكن كتختلف على حسب كما قلنا، على حسب الجودة ديال الجلد، الجودة ديال النعال، والجودة ديال الخياطة. تبارك الله عليك المعلم. تبارك الله عليك المعلم. حيت كاينة اللي كتكون داخلة لها السار مثلا هنايا داخل. فهمتي هذيك فهمتني بثمن، فيها الوقت كتدي وقت. نعم. فهمتي؟ هذا هو باش كتختلف الأثمنة. تبارك الله عليك المعلم. تبارك الله. أنت هذه البلاصة شنو يقولوا لها؟ هاد البلاصة مركب الصناعة التقليدية للي الدونة. للي الدونة فندق النخلة. أييه في الطبق الثاني. أييه. تبارك الله عليك المعلم. الله يبارك.